يوم راح يكون عن تطبيق بوب إيت وأصوات كمان بوب إيت. راح نبدي من كل واحدة وكلناها. أول شيء راح نبدأ بهذا البوب إيت، المهم الأصفر والأزرق والأحمر البنفسجي الوردي البرتقالي والأخضر والألوان. أنا راح أختار الألوان ونفس الحقيقي بالضبط. يلا الحين بنغيرها من هنا، نغير الخلفيات اللي وراه. الحين ناخذ هذا الفجلت او بوب إت هذا، من ذول الالوان. أنا الحين هاخذ اللون الأزرق، الحين نغيرها. حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الاشعارات واحتسكم كل جديد.
وبس وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. لا تنسوا تعدل الإشعارات وحتى يوصلكم كل جديد. وباي، سلام.